وبهذه المناسبة أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أكد أن الصحافة البحرينية تمارس مسؤولياتها الوطنية والمهنية بكل حرص وتقدير، وتسهم بشكل فاعل ومؤثر في إبراز المنجزات الحضارية للبلاد في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام وتشجيع من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار معالي إلى أن مجلس النواب يعتز بالدور الرائد للصحافة البحرينية وجهودها البارزة في نقل نبض المجتمع بكل حرية رأي وتعبير مسؤول، ومراعاة المصلحة العليا للوطن في ظل دولة القانون والمؤسسات، وفي أداء رسالتها النبيلة وجهودها الوطنية من أجل خدمة الوطن وازدهاره وتقدمه، وأن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تشكل حافزا لمزيد من الإبداع الصحفي والعطاء الوطني، معربا معاليه عن أجمل التهاني وأطيب التبريكات للفائزين في الدورة السابعة من الجائزة. وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المتواصلة والمستمرة التي تبذلها وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية وكافة المؤسسات الصحفية في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المساندة للصحافة البحرينية لأداء دورها الوطني والتنموي والمهني.